تعرفوا بانه بلادنا انتقلت في هذا المجال فيما يتعلق بالماء من تدمير الوفرة الى تدمير الندرة. والتجربه اللي كنعيشوها ديال تحليه مياه البحر لا بد ان ننوه بالفلاح السوسي ديال منطقه السوسي لانه ينخرط في المبادره العموميه الخصوصيه. فيما يخص الرخص ديال حفر الابار ديال الاتقان الاستغلاليه، ان القانون راه فيه يعني المده ديالو شهر، ولكن الى وقع شي مشكل للفلاح يعني هذيك المده راه يمكن تطلع عليه الغله ديالو، وبالتالي كنطلبوا باش تكون الموافقه المبدئيه باش الفلاح ما تمشيش ليه الغله ديالو. هذه من جهه، من جهه ثانيه طلبنا كذلك باش تستافد جمعيه الماء الصالح للشرب، لان باش تاسيغي الماء الصالح للشرب، لان يمكن شي نهار يكون شي مشكل عند شي جمعيه، وبالتالي يكون هذاك لافغان حداه يمكن باش نتغلبوا على هذوك المشاكل ديال انقطاعات الماء. النقطه الثالثه هي التكلفه يعني 5 دراهم، واخا انهم عبروا على ان 5 دراهم راه اقل ما يمكن باش يتدار، ولكن بالنسبه للفلاح المتوسط والصغير يعني كتقام عليه غالي، وبالتالي كنشوفوا اذا كان شي طريقه ديال الدعم. كنطلبوا الوزاره والغرفه الجهويه للفلاحه وجميع المتدخلين باش الا كان شي سيفونسيون ولا شي دعم، لان الفلاح كيتقام عليه الصير ب 10 مليون حتى 13 مليون، ولكن ما ضمنش باش يعني يجد حتى النص ديال هذيك التكلفه، وبالتالي خصنا نضمنوا للفلاح الاستمراريه ديالو باش ما يتعرض للافلاس. وشكرا. كجماعه بنيبره راسلنا السيد المدير العام ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كنا مرسلة باش تربط مدينة بيبرا والسكينة بيبرا باش يستفدوا من مياه تحلية مياه البحر. ما عرفت واش هاد المرسلة مشات نيت البلاصة اللي خصك تمشي ليها، ولا هذا تسأل السيد المدير يجاوب عليها ان شاء الله، حيت السكينة ديال بيبرا كيتسناو حتى هما يتربطوا بهذا الماء صالح الشرب. بالنسبة لتحلية ماء البحر احنا دائما كندعموه، وكان مزيان للمنطقه وجاب واحد الاضافه مزيانه للمنطقه، لكن اللي خاص في المنطقه هو التحديد ديال هاد الزيادات ديال المساحات المزروعه. باقيين كيدخلوا للاسف شركات كبيره للاستغلال في المناطق ديال الشتوكة، ما يزيد الضغط على الفرشه المائيه. ونظرا للرخص ديال الابار بالنسبه للفلاح اللي خدام كتكون شويه الاجراءات ثقيله وكتكون شويه معطله، كنطلبوا من السلطات والجهات المكلفه تسرع من الوتيره باش تنقذ الفلاح وتنقذ له المنتوج ديالو في اقرب وقت ممكن. الهدف انه نحافظوا على الفرشه المائيه ونزيدوا في الانتاجيه الفلاحيه ديالنا، ونحافظوا على هذه المكانه اللي عند الشتوكة، وهي انها مكانه اولى على الصعيد الوطني، حيث كتمثل 85% من البواكر، 97% من الطماطم. هذه المؤشرات لابد باش نحافظوا عليها ونحافظوا على الجانب البيئي الاقتصادي والاجتماعي.